كنت أجمل وأجمل من رأيته كيف يهدأ وانت اللي هويته وانت أجمل وأجمل من رأيته يا فنكت يا من قد سكن في الحشا بذكرك كل ما هفف نسيم الهدايا سافر على الطائف طريق الهدى شوف قلبي من البدا يا مسافر على أحلى المصايب طار عقلي وفكري فوق طايب يا مسافر على أحلى المصايب طار عقلي وفكري فوق عم ناحي انت عشت الطايف في جماله وفي بداياته وبساتينه والرقاب والمثنى وال يعني والشفا والهدى وال والسيول والامطار زمان ايام الملك فيصل وايام هذا يعني وتشوف السياحه الان وهذا ايش المفروض وعشت اول شيء قص لنا عن الحياه القديمه اللي كانت موجوده في الطائف ايام الحاره الحين نخش وسط المدينه ايام الحفلات والزين اللي في الاعياد تسير والشغلات هذه يا سلام اثرت شجوني حقيقه مهندس رويد يعني الطائف يا اخي الكريم استغرب كيف الطائف رجعت رجوع مشين يمكن تستغرب من هذه الكلمات اذكر ايام الملك فيصل وايام الملك سعود كان كل حي من احياء الطائف يقيم حفله هذه الحفلات فيها المطربين والمطربات يظهرون امام الجميع ويعني كان يمثل قمة الحضارة قمة يعني التجرد من بعض الأشياء اللي هي تعرق مسيرة الحضارة يا أخي الكريم أذكر أنه كان يوجد لدينا سينما في الطائف إضافة للحفلات اللي كانت تقع وكان كل حي من الأحياء يتنافسون بإظهار حيهم بمظهر هذا في الغياد وزيارة ملوك الطائف لأنك تعرف أنهم كانوا يقيمون في الطائف أكثر من 5 شهور كانت الطائف قمة كانت المدينة الأولى في الترفيه رجعت الطائف رجعة سيئة بالمناسبة كان يوجد لدينا السينما اللي موجودة في القشرة العسكرية سينما الجيش عند بعض الضباط اللي هم موجودين من بريطانيا وأمريكا يعني كانوا مدربين كان مسموح لهم بالسينما وكنا نحضرها كشباب أذكر من الأشياء في عرض للسينما في حي البخارية وكان موجود هذا الكلام ده إضافة يا أخي إلى اللي جابه خلف جماح رحمه الله السيرك اللي بالسلامة السيرك أو كان أو يعني حتى كان فيه بنات وأشكال ألوان شيء غريب على الجزيرة العربية مش على الطائف الطائف كانت هذا في وسط المدينة لكن بالإضافة إلى المزارع اللي موجودة كان الإنتاج متاح القيم اللي أصبح الآن منطقة سكنية منطقة المثنى الوهط والوهيط ما يسمى أخي الكريم بالركبان الله هو الغرام
تزرع الريحان لست مخيم ما كل من ذاق الهوى رقى الهوى ولا كل من ولا كل من ولا كل من قرأ الكتاب فهيم ولا كل من طلب السعادة نالها ولا كل من طلب السعادة نالها يا زارع الريحان لا تزرع الريحان لست مخيم شخص ما يعرف الآن سوق الجوالات وكان ما كان لك علاقة أستاذ مناحي كان لك علاقة بالرياضة أنت؟ أخي أنا كنت مؤسس ليش؟ وعضو مجلس إدارة في نادي المصير المصير كان ضمن الأعضاء عبد الرحمن العبيكان وعبد الله العبيكان وبعض الأخوان من أهل الطائف نادي المصير تأسس وطبعا انتهى بضم أندية الطائف اللي كانت قمة كانت الطائف يعني للأسف الشديد قضي على الرياضة في الطائف وهي البداية بداية عظيمة بالنسبة للرياضة في الطائف كنا في نادي المصيف جاء ضم الأندية كلها في نادي واحد اللي هو نادي عقاب كان العديد من الأندية كانت موجودة بعدين سمحوا لنادي وج وجاء نادي وج قبلها كان في المباريات على مستوى عكاظ وثقيف وغيرها من الأندية نادي المصيف هذه الأندية كانت تقارع الكبار في دور المصيف دور المصيف كان يقام في الطائف في التربية ايه تجي عندي المملكة كلها عند الكلية كلية التربية ايه فكان هذا الحقيقة كان موجود نشاط رياضي قوي كان نشاط رياضي كان تقام المباريات بين الاتحاد والأهلي والاتفاق والنصر والهلال وكان دائما الفوز لأهل الطائف أوه. اي والله والله كان يعني كانت الطائف في أنديتها تقارع الأندية الكبار طيب أستاذ مناحي ايش 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 سبب تدهور الرياضة الرياضة بالطائف يعني إيش ممكن وش المفروض يحصل حتى تعود مرة أخرى والله أنا أشكرك أولا لأنك كنت متحمس لنادي وج كثيرا جزاك الله خير وهذا النادي يستاهل استطاع أن يتغلب على نادي ضعيفة. من أندية جميل نادي الشباب يا أخي السبب وصل يعود إلى أهل الطائف للأسف لأهل الطائف لأهل الطائف نعم التجار الناس اللي هم لديهم القدرة يعني خير الطائف خارج الطائف يا أخي خير الطائف خارج الطائف أنا أقول هذه المقولة دي وخير الطائف خارج الطائف حتى يعني تجارنا الآن في تجارنا الآن في جدة في الرياض في مناطق المملكة و إضافة إلى اختطاف الموهوبين من أندية الطائف في الأندية الكبرى أنا أعرف أنك أهلاوي وأنك مشجع أهلاوي تقمصت شعار نادي وج يوم بارك الأهلي وشجعت فريق وج لأنك تحب الطائف على حساب محبتك للنادي اللي تشجع واللقاء كان بين الأهلي وج لكن يا ريت يكون مثلك الولاء الحاجة الثالثة ان الولاء اهل الطائف للأندية اللي هي خارج في مدينتنا ولوطننا نعم. نعم
هذا هي الأسباب الحقيقة. يعني تطالب تجار الطائف بدعمه. ألوم التجار أهل رأس المال، ألوم أهل الطائف لعدم محبتهم لمدينتهم، ألوم يعني يدخل فيها تسريب اللاعبين الموهوبين إلى أندية. في ناس يتسرون من أهل الطائف لأندية أخرى، أخذ أندية للاعبين لأندية أخرى. نعود يا عم مناحي، حدثنا عن نجلس شوية، نريح شوية. يلا أجلس أجلس عم مناحي، تعبناك اليوم الحين. بالنسبة لل بس بيجي شادو في لحن هدا سافر. أيوة يا هدا يا حضن الأحبة، كم صبا في عشاق المحبة. يا هدا يا حضن الأحبة، الأحبة كم صبا في عشاق المحبة، كم صبا في عشاق المحبة. اجمعي شملنا من بعد طول المدى، هكذا هكذا العشاق ولا فلا. يا مسافر على الطائف فريق الهدى، شوق قلبي من البرح عمال. يا مسافر مسافر مسافر، والله مسافر مسافر على الطائف طريق الهدى، شوق قلبي من البارحة معك.